وطيب لما احنا شعب ابن نكتة، أين ذهبت النكتة؟ الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد الرحمن، مساء الفل. مساء الجمال. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك يا بسنت؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد واخبار لله. المقام ايه؟ المقام زي الفل، احنا اصحاب الحمد مقام لله. وكل مستمعينا اصحاب مقام وكل متصلينا ومصادرنا اصحاب مقام ولكل مقام المقال. ولكل مقام مقال قد المقام. نورتني يا محمد، وقول لي ايه رايك في موضوعنا النهارده، اين ذهبت النكته المصريه بتاعت هو رقم واحد؟ للاسف او مش للاسف، هي يعني هو زمان النكته كانت نكته مرويه، يعني كانها حكايه. زمان ده اللي هو من 10 15 سنه، يعني مش مسافه بعيده، لكن احنا نتيجه ما فعلته بين مواقع التواصل الاجتماعي بقى في تسارع في المتغيرات. مش عايز اقول كلام يعني مصطلحات كتير، بس بقى في حاله من حالات السيوله، ودي حاجه عكس الصلابه. احنا زمان كنا بنتقابل عشان نرغي مع بعض، عشان نفضفض لبعض، علشان نقول لبعض نكت، عشان لما واحد كان بيدخل مكتب يلاقي واحد مكشر فيقول له طب اقول مع النكته دي جديده. ايوه، اللي هو يطبطب عليه بنكته. بنكته. فطبعا عشان تبدا تقول النكته لازم تقول مره واحده، النكته لازم يكون فيها حكايه طبعا. ده ما بقاش موجود على السوشيال زي ميديا. صلى على النبي ويا ساده كان يا مكان ويا سعدنا اكرم. لازم يكون في استهلال للنكته او الحكايه او الروايه، لازم يكون ليها استهلال. فكان في مره واحد صعيدي، مره واحد جارنا، مره واحد كذا، والحاجات بلدينا مره والكلام ده كله. وكان طبعا بيتم بقى طبعا تحليل ده ثقافيا، وانه ازاي ما ينفعش نصنف يعني فئات معينه في النكته واشياء من هذا القبيل. تمام. واتعملت كتب في النكته السياسيه والنكته غير السياسيه، واتقال ان في نكت عابره للاجيال، يعني النكته تتقال في العصر ده وترجع تاني في العصر ده، بس مع تغيير الايه؟ الجمل والاسامي وكده. لكن كل ده اختفى بعد 2010 و2011 لما الناس دخلت على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، لان تم استبدال النكته المصريه بالكوميكس بقى، وواحد صاحبي او في التعليقات الساخره والحاجات دي، اللي هي النكته المرئيه وليست النكته المرويه. تمام. بمعنى انه انا خلاص مش محتاج ان انا احكي لك، انا مش هقدر احكي لك نكته، ما بقاش فيه مونولوجيست اصلا، هو من حق اي حد انه يحط النكته. طيب هنعمل ده ازاي؟ لا، في مونولوجيست، والنهارده معانا الاستاذ عصام بركات، وده من مشاهير بقى فنان الدلتا. لا، عصام بركات. عصام بركات. طبعا ده من اشهر طبعا فناني الدلتا. خلي بالك برضو فنانين المحافظات الكبار، ما احنا كمان ما عندناش سبوت اعلامي عليهم، بس احنا طول الوقت بنحاول نعمل ده في قد المقام الحقيقه. انا مبسوط طبعا ان انت جايبه مونولوجيست، علشان ده فن جميل وفن راقي، وكان ليه دور كمان في توجيه الاخلاقيات المجتمع، بس بالزبط. السوشيال ميديا ما حبتوش. يعني ما اديتوش المساحة بتاعته بقى رغم ان انا مثلا حاجة. انا دلوقتي يا محمد واخدين دقيقتين الاستاذ عصام بركات من على اليوتيوب، المشاهدات فوق 38 مليون. ياه، طب ده رقم عظيم. بس زي ما بقولك، هو سهولة انتاج النكتة المرئية او النكتة الكوميكس هي اسرع، انتاجها اسرع، وينفع تركب اي حاجة على اي حاجة بشكل انتج سلبيات كثيرة طبعا. يعني في جيل كبير دلوقتي يشوف مثلا، وانا مش عيد ميلاد النهارده بتاعت الاستاذ عادل امام، او ومش عارف دي فيلم ايه، لان هو ده اتولد بعد الفيلم فاتعرض. ده كان السفاره في العماره. السفاره في العماره. او مثلا انا عايز اديكوا، انا عملنا مره برنامج عندنا في موقعنا، انتوا اصل الافيه، احنا بنشوف الافيه وما نعرفش ده كان فيلم ايه من 20 سنه او 15 سنه. لكن يعني انا شخصيا شايفها ظاهره سلبيه، ظاهره الكوميكس هي ظاهره سلبيه، لان هي بترسخ افكار معينه طبعا، وبتختزل اي موقف في صوره. كويس. احنا خدي بالك من حاجه، معظم النكت اللي كنا بنتكلم عنها زمان كانت ما فيهاش اسماء، ما فيهاش اشخاص، كانت نكت مجهله. تتكلم عن مره واحد بلدينا، عن مره واحد دكتور، مره واحد مهندس، مره واحده وحماتها، واحد وحماته، مراته ماتت فقال يا كذا يا خشبي، الحاجات اللي هي النكت اللي انا مش بحفظها. لكن الكوميكس بقى ممكن يجيب لك صوره فنان ويروح حاطه ويبدا يضرب لك رمز، يعني هو بيضرب لك رمز او يضرب لك قيمه او ثوابت. أيوة. الولاد الصغيرين يا محمد ما بيبقوش فاهمين انه النهارده لما يجي يقلش لك على حاجه ليها قيمه او رمز ليه قيمه، هو مش فاهم على فكره. انا مره كنت حاضر ندوه فقالوا احنا مش قصدنا نصا لا من رئيس ولا من نجيب محفوظ ولا من دكتور سابق ولا رئيس سابق ولا فنان سابق، احنا بنضحك.
فانت مش عارف انت بتضحك على مين. طبعا بعض إيه كمان اللي كانوا منزوين يعني عن الاضواء استفادوا من ده شويه، استفادوا وسبحان الله يعني رب خير ضرر نافع، انه بدا الناس تقول ايه ده، دي مسلسلات التسعينات اللي احنا الجيل ده بيتابع عليها، فبدا الفنانين دول يرجعوا يمثلوا تاني لان المنتجين افتكروهم. ولكن دي حاجه ايجابيه واحده، لكن السلبيات كتيره، فبالتالي احنا محتاجين نوجه ولادنا ونوجه الناس الصغيرين الجيل الصغير انك السخريه عمال على بطال دي حاجه مش مفيده، السخريه من كل شيء دي حاجه مش مفيده، استسهال تركيب صوره على موقف ما لهمش دعوه ببعض دي حاجه يعني مش حاجه مفيده. لازم يكون في توازن في ده، ومحتاجين تاني نرجع النكته بشكل او باخر، نحاول ازاي نحطها زي ما انت بتقولي كده. لو في منورجست عامل 38 مليون فيو على يوتيوب، يبقى محتاجين نشوفه في التلفزيون، محتاجين هو نفسه يوصل للناس على تيك توك، يوصل للناس على انستجرام. صح، هو كمان عليه دور كبير. انا يعني بدعوك يا محمد انك تكمل معانا الحلقه عشان تسمع مداخلتنا مع الفنان عصام بركات. تمام، وانا والله سعيد جدا بالنقاش معاكي، واتمنى يعني ان فعلا البرنامج ياخد الملف ده ويتكلم فيه اكتر واكتر ان شاء الله. جدا نورتني الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامه.